صديقة عاملين ايه النهاردة؟ معايا ريفيو عن الشامبو ده اسمه جلاس، حبيت ان انا اطلع اقول لكم بجد تجربتي معاه. يعني انا من الناس اللي هي شعرها بجد اللي هو جاف، فطبعا بدور على حاجات اللي هي بتدي ترطيب وتدي نعومة، لان انا شعري اصلا متهالك ومقصف وهايش وفي كل ده طبعا من المكوى والصبغات وكده. فجبت الشامبو ده اللي هو اسمه جلاس ده، عايزه اقول لكم بجد يا جماعه عشان انا شعري بجد ناشف وجاف، فده ما مشيش معايا خالص. الناس اللي هي بجد بتعاني من هيشان زيي وشعرها ناشف ومتقصف ومتهالك، اذا كان من بروتين او من صبغات او من اي حاجه من الحراره عامه، ما تستخدمش الشامبو ده، لان بجد مش هيطري معاها شعرها خالص، بالعكس هينشف ويعمل معاكي نتيجه عكسيه. هو فعلا بجد معجبنيش حرفيا وما ما كانش كويس في شعري خالص. عايزه اقول لكم بجد ان سعره اصلا مش رخيص، عامل 70 جنيه، وكمان هو اصلا الشامبو ده فيه الخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه دي كويسه جدا للشعر، ممكن ينفع اي نوع شعر تاني، بس الشعر الجاف منصحوش ان هو يستخدمه لانه هيعمل معاه زي ما عمل في شعري، او ممكن يعمل مع اي شعر تاني ويمشي معاه، لكن انا ده ما مشيش معايا خالص. في الخلايا الجذعية وفي مية الورد وفي وبيظبط اللي هو الشعر من الجذور للأطراف، لكن ما عملش معايا حاجة خالص. بتيجي تستخدميه ازاي؟ أول حاجة احنا اتفقنا عليها طبعا، بنستخدمها في أي حاجة، لازم نغسل فروة الراس كويس جدا، وبعد كده نبتدي ان احنا نحط حاجة. هقول لكم دلوقتي بناخد شامبو، اما بنيجي نستخدمه بعد ما ان احنا بنغسل شعرنا كويس جدا، بناخد كمية من الشامبو، وبجد على فكرة ريحته عامل زي ريحة السباركل شامبو اللي هو السباركل، بصوا عامل ازاي ريحته جميلة جدا. بس يا جماعة والله هو ما مشيش معايا خالص، ما نفعش مع شعري خالص بجد، بعد ما غسلت شعري بيه نشف شعري خالص. كمان انا حبيت ان انا اطلع، لان لو حد بيستخدمه الشعر بتاعه وشعره جاف انصحه ان هو ما يستخدموش بجد، يعني لان هو بجد نشف شعري خالص. فقلت ان انا اطلع انصحكم ان انتوا ما تستخدموش، الناس اللي هي بجد شعرها جاف. وبعد كده بعد ما بنحط الكمية المناسبة على شعرنا بعد ما غسلناه، بنسيبه لمدة دقيقة وبعد كده نشطفه، بس كده. هو ده استخدام شامبو جلاس اهو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الريفيو ده بجد يا جماعه، اللي هي بتستخدمه وضر شعرها يا ريت بجد ما تكملش فيه، لان هو مش كويس للشعر، يعني اللي هو الجاف بس، انما باقي الشعر اللي هو جاب معاه نتيجه هو كويس برضو، بس مع شعر تاني هو ما مشيش معايا خالص. اتمنى ان انا بجد اكون فدتكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.